الإنسانية. فقلنا علاش ما نفكروش في طريقة فعالة وناجحة اللي تنجم تخبر المكفوف بنوعية العقبات المحيطة به. ومن ذلك كانت فكرة مشروع البحث العلمي، يعني رفقة طلبة وزميلي المؤثر سي رضوان مسعودي كذلك في المدرسة العليا للهندسة والتكنولوجيا التسليم. احنا نعرف عادة المكفوف يحمل نظارة، فقلنا علاش ما تكونش النظارة هذية تحتوي على كاميرا. ومن ذلك الهاتف أو الجهاز اللي احنا باش نطوروه يتلقى المعلومات المرسلة من الكاميرا، وبعدين يقوم بتحليل هذه الإشارات. فالتجربة الأولى كانت جد مشجعة، كون النظارة هذه اللي تحتوي على الكاميرا، يعني الهاتف الجوال يقوم بتحليل الإشارة عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك يتم إرسال المعلومات نتيجة تحليل المعطيات إلى سماعات مثبتة في أذني المكفوف. كانت بالنسبة لي أنا أمنيتي نبدل حيط بشر واحد برك، الأحسن حتى شوية برك، معناتها هذايا فخر كبير على الأخر اللي وصلنا له اليوم واللي وصلنا نحلمه، اللي احنا نجموا نبدلوا حتى شوية من العادي نتاع من الكوتيديان والحياة اليومية نتاع الأعمى. منفتحين يعني على جميع الشركاء والمستثمرين اللي اذا كان يهتموا يعني في تطوير البرنامج هذا، ومرحبا يعني بجميع الطلاب والباحثين والصناعيين والاكاديميين من اجل يعني تحقيق هذا الهدف.